من الشهر الأول للشهر التاسع هي رحلة طويلة ومليانة تحديات، قلق، خوف، تعب، لكن بشجاعة منك ورعاية مننا هتعدي رحلتك بأمان. مركز الدكتور كمال زهران للنساء والتوليد هو أول مركز متخصص للمشيمة الملتصقة. مركز الدكتور كمال زهران، صحة، رعاية، وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي وأعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم أينما كنتم ومرحبا بكم حيثما حللتم. معكم محبكم الدكتور أحمد السلموني، اليوم متحدثا ومحاورا في حلقة رائعة وجميلة استكمالا في الطب الجديد. في الطب بادئ ذي بدء، الحمد لله الذي إن أنعم فنعم فهدى فهذا فضله، والذي إن أبلى فأشقى فعذب فأمرض فهذا عدله. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يعرفها سوى المرضى، وإن أردت أن تعرف نعم الله عليك فأغمض عينيك. أحبائي وأعزائي مشاهدي، منكم وبكم ولكم وإليكم يتجدد اللقاء الجميل مع البروفيسير الأستاذ الدكتور كمال زهران، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة أسيوط، مدير مركز صحة المرأة سابقا، بروفيسور ومؤسس مدرسة المشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقة في جمهورية مصر العربية الشرق الأوسط، أستاذ ومدرسة. دعوني أرحب بضيفي الكريم، أهلا بك دكتور كمال، نورت القناة ونورتنا معك. أهلا وسهلا دكتور أحمد، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بمشاهدي الكرام، بمرضايا وزملايا وأساتذتي، وإن شاء الله يبقى يوم جميل إن شاء الله، وحلقة جميلة نستفيد بها كلنا إن شاء الله، ونقدم معلومة جميلة ونصيحة جميلة لكل مشاهدينا بإذن الله إن شاء الله. يقول الشعراء: العلم علماني، علم الدنيا وعلم الدين، ألا وإن علم الدين هو علم الأرواح، ألا وإن علم الدنيا هو علم الطب. فعلمان للناس لا غنى عنهما، علم الدين لأرواحهم وعلم الطب لأجسادهم ولأسقامهم. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في سير النساء والولادة طبعا يا دكتور كمال، أول سؤال بيقول لنا عايزين مركزك الكبير اللي تقود بيه النساء والتوليد في جنوب الصعيد والشرق الأوسط، إيه هي بقى الإمكانيات وإيه هي الخدمات اللي احنا بنقول تنافسية في أرض الواقع؟ تحدثنا عنها دكتور كمال. هو الحمد لله يعني المركز بتاعنا هو المركز الحديث القديم، هو احنا بقالنا 10-20 سنة شغالين فيه الحمد لله. عندنا خدمات الروتين وعندنا الخدمات المتخصصة بكل ما يهم الحمل والولادة إن شاء الله. زي إيه بقى؟ الناس عايز تعرف الخدمات المتخصصة يعني أكثر من العادية يعني. فإحنا بنتكلم على الحمل، بنبدأ بكل خدمات متابعة الحمل بداية من ما قبل الحمل للحمل للولادة الطبيعي والقيصري وهكذا. بالإضافة أن إحنا عندنا يعني تولز نقدر نتابع بيها الحمل على الخطورة، بالذات يعني الإجهاض المتكرر، ارتفاع الضغط في الحمل اللي بنسميه تسمم الحمل، عندنا حاجات ممكن نساعد بيها الناس اللي بينزفوا قبل الحمل طبعا. وطبعا احنا بنعتز ونفخر ان احنا مركز متخصص في علاج المشيمه المتقدمه والملتصقه. الحقيقه ما هوش مركز وبس، ده احنا فريق كبير جدا جدا، وفريق متخصص ومتميز. والحقيقه ان احنا اللي احنا عملناه في الفترة الأربع خمس سنين اللي فاتوا، وكان سابقهم طبعا كتعليم وتدريب وأبحاث، الحقيقة الحمد لله على مرمى ومسمع من كل الناس. يعني أنا سعيد جدا جدا أن أقدر أقول لك أن الحمد لله العملية اللي إحنا كانت وليدة قسم أمراض النساء اللي أنا يعني اخترعتها وعملتها ونشرتها، اشتغلنا بيها دلوقتي يعني أنا وحدي يعني قربت على 150 أو 200 حالة وحدي كسنجل هاندد مع الفريق بتاعي. بسم الله ما شاء الله. بالإضافة أن هي بقت العملية الأساسية اللي موجودة أقدر أقول لك في مستشفيات جامعة أسيوط،
يعني يمكن انا اخر من حوالي اسبوعين كان لي احد الزملاء واحد الاساتذه بيقول لي ان العمليه بتاعت حضرتك هم اللي شغالين فيها في جامعه اسوان الان حاليا، يعني عمليه اخلاء جبل المشيمه في علاج المشيمه الملتصقه هو التكنيك اللي بقى دلوقتي هو شغال حاليا في جامعه اسوان ومعظم الدكاتره بيشتغلوا بيه. اضف لذلك ان احنا فعلا من لو بدانا من الصوت لحد اسوان بدا الفريق كله يسمع عن العمليه وبدا يشتغل وبدا تيجي لي تليفونات من زملاء ومن اساتذه وناس اكبر مني واصغر مني، فعلا العمليه يعني قصه نجاح مش ليا لا، دي قصه نجاح لجامعه اسيوط، قصه نجاح لجمهوريه مصر العربيه كلها، الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تناسلوا تناكحوا تناسلوا فاني مباهد بكم الامم يوم القيامه فيما معناه. والام مدرسه صحيح. ان اعددتها اعددت صحيح. شعبا جيلا طيب الاعراق. هنتكلم النهارده باذن الله تعالى لكل حوابل مصر نسبه الحمل على ما اعتقد دكتور كمال كام في المية بالنسبه لمصر؟ هو احنا يعني في اللي من دول طبعا في حدثين جميلين طبعا ان شاء الله قريب عيد الام طبعا، وهي الست المصريه ما هياش الام ده هي الاخت. عايز تعيد على حد على الهوا دلوقتي؟ طبعا يعني فرصه عيد طبعا على زوجتي على امهاتي اللي هم اخواتي البنات. يعني ما عيدش على زوجتي يعني كل سنه وانت طيبه. طبعا اخواتي البنات دول كلهم كل واحده فيهم زي والدتي فعلا. بناتي عندي سلمى وندى والخاله والده برضه. طبعا والخاله والده فعلا والعمه وكلهم الحمد لله ربنا يديهم الصحه والعافيه فعلا، يعني فرصه طبعا ان يرحم اللي مات منهم ويحافظ ويدي الصحه للي عايش ان شاء الله. نتكلم بقى النهارده عن الحمل من بدايه الحمل يا دكتور كامل. امتى الست تتاكد انها حامل؟ يعني بعض الستات تيجي تقول لي ايه انا عملت طلع شرطه واحده، يعني ايه شرطه واحده ويعني ايه شرطتين؟ امتى بقى نقول بقى حمل حمل ونبدا نعمل معاها ايه؟ هو الحقيقه رحله الحمل رحله على الرغم فيها بعض المشقة وبعض التعب إلا إنها رحلة جميلة جدا، يعني مرام وتمني كل السيدات يعني كل واحدة المتعة مع الألم والعذاب لما ربنا يرزقهم والنتيجة فعلا صح. الحمد لله ربنا طالما بيكلله بالنجاح وإن يبقى فيه طفل جميل وكذا، فدي طبعا فطرة ربنا خلقنا عليها لأن هو مزينة الحياة الدنيا. الحقيقة متابعة الحمل أو التشخيص بتاعه المفروض بيبدأ متابعة الحمل قبل الست ما تحمل أصلا، يعني إحنا المفروض الست بيسمح لها بالحمل لما تبقى جاهزة نفسيا وجسمانيا إن هي تحمل. موضوع تشخيص الحمل فيه تغير كتير طبعا دلوقتي الدنيا بتتغير، كنا زمان لما نقول للست تاخري على الاقل اسبوع بعد ميعاد الدوره وبعدين كمان تعملي اختبار الحمل وتعمليه الصبح وقصه كبيره كده. الحقيقه في تغير في التكنولوجي والكلام ده، بقت الموضوع سهل جدا جدا، يعني على 30 يوم معظم الستات اللي عملت اختبار حمل بتاع البيت اللي هو بنسميه اوفر ذا كاونتر هيطلع اختبار حمل ايجابي. بس هو الايجابي برضه يعني انا يمكن ما اجيبش معايا الاختبار لازم بشرطتين واضحين، اما موضوع ان شرطه واضح الكنترول والثانيه الحمل نفسه ضعيفه شويه وعنده حمل ضعيف احنا ما بنعترفش بالكلام ده. تمام. هي واضحه والاثنين زيهم زي بعض في حمل اكون او لا اكون في او ما فيش مش واضحه نستنى اسبوع يعني اسبوع تاني ونعيد التحليل هيبان تماما هيبقى تماما، يعني السنسيتيفيتي او حساسيه الاختبارات دي بقت عاليه جدا جدا، يعني ده اختبار الحمل رخيص جدا اللي هو موجود في البيت. طب في البدايه اول حاجه احنا عايزين نقول خلاص الست اصبحت الحمد لله تمام. حامل تعمل ايه؟ هو اللي يعني انا عايز ترجع بس اقول لك يا دكتور كمال ما تشيليش حاجه تقيله، ما تشيليش سجاد، ما تشتغليش في البيت، نامي على ظهرك عشان في بدايه الحمل الخوف من الابورشن في الفتره دي الاولى. انا 30 سنه بتابع الحمل والولاده طبعا بتابع صغيرين لسه يا بكريات وبتابع ناس كبار. الحمل هو فطره يعني الحامل ما هياش مريضه ولا حاجه، تعمل كل ما يفعله الحوامل او يعمله الناس العاديين، لكن بنيجي عند حاجات معنول لا حاسب شويه بلاش مجهود زياده، لكن واحده مثلا ساكنه في دور تاني في تالت تتحركي وتمشي وتبصي وتستمتعي بحياتك وكلي كل حاجه واشربي كل حاجه. كل حاجه. فيمكن انا عايز اوصل رساله سلام، مش عايز ان انا الدكتور يبقى ثقافته ان انا المنع في كل حاجه. يعني كل حاجه ما تاكليش دي ليه؟ هي مش مريضه ولا حاجه، هي اذا كانت متعوده بتحب اكل معين قبل الحمل، ما لم يكن اكل فيه حاجه ضاره ودي حاجات مش نادر يعني لو انت جبت طفل صغير وبتقول له هيقول لك والله الوجبات السريعه الشيبس والكلام ده، هي مش ممنوع على قد ما الله يخف فيها شويه، لكن واحده بتتبسط، الاجيال بتتغير مش زينا يا جماعه، يعني الاجيال بتتغير، بناتنا غيرنا وبالتالي مسموح لهم بكل حاجه خالص. طبعا الحمل في بدايته في شويه لخبطه شويه طبعا في زي موضوع إيه احساس بالترجيع والتعب وعايز اقول لكل الستات موضوع الترجيع والتعب والدوخه والصداع والكلام ده
كله ده مش لا تعني امراض، هي اعراض طبيعيه مع الحمل، اعراض تغيير فسيولوجي وهرموني، الحمل الطبيعي كمان يعني تغيير هرموني وفسيولوجي وسيكولوجي، في فسيولوجي بيحصل في تغيرات بتحصل ما كانش عندها، هرمونات بتزيد وهرمونات بتقل وبالتالي استعداد نفسي بقى أعراض. في ضيف هيشرف موجود من جوه طبعا في ضيف جديد، والضيف لازم الناس بتستقبله والناس بتستعد له، وهو بيجي مش بيعمل شويه لخبطه كده يعني، وجميل ان هو يمشي يكسر في الشفليت وكلام من ده. طيب السؤال لكن ما هوش امراض كده. انا برضو استمر ان ودي بتاخد مرحلتها يعني، الست اللي بترجع في الشهر الثاني اللي هو اخر غالبا على الشهر الثالث هيختفي الترجيع وحدي، او احنا بنساعد شويه او بنساعد لو شوية. كان زياده عن الحد الطبيعي الدوخه شويه، نقول لها لو انت دايخه ارتاحي شويه، كل سندوتش، كل كوبايه اشربي كوبايه عصير يعني، برضو حاولي تخلي حد في البيت اول ثلاث شهور بقى في حدنا سؤال مهم جدا بيسأله كل الستات الحوامل، ايه الفحوصات اللي تعملها في اول 3 شهور، وايه التغذيه السليمه اللي تخلي الجنين ينمو ويكبر؟ التغذيه السليمه الوجبه المتكامله اللي بتحتوي على كل العناصر دي هي كويسه اول حاجه، زي بلاش نمسك في حاجه معينه ونسيب حاجه معينه، الجسم بيحتاج كل حاجه، بيحتاج كربوهيدرات، لازم تاخدي كالسيوم، لازم تاخدي فوليك اسيد، ولازم تاخدي حديد من الاول. لا 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 في احنا يمكن احنا بس بنضيف بعض الادويه يعني، احنا في اول 3 شهور بندي حاجه زي حمض الفوليك بس عشان نقلل نسبه التشوهات او نيورال توبال ديفكتس، وده موجود في الماركت وفي الصيدليات واي جرعه تمشي، لكن احنا بالجرعه 400 ملي 400 مايكرو جرام كل يوم دي كافيه كافي. ودي موجوده ورخيص وتاخد قرص كل يوم وكافي تماما، لكن بنقول للست ودي ممكن في بعض السيدات كمان بننصحها انها تبداوا حتى قبل الحمل لو هي كانت عندها يعني اعراض تقول ان عندها نقص في حمض الفوليك، لكن في اول 3 شهور في اول زياره دي تبقى زياره تعريفيه اسمها نعمل لها بوكينج يعني، بنقيس ضغطها ونبطها ونطمن ان ما عندهاش مشاكل لا في القلب ولا في الصدر ولا في اي حاجه تاني، بناخد التاريخ المرضي من بتاع المريضه بحيث ان احنا نطمن ان هي داخله الحمل بامان، ما عندهاش اي ما يمنع منه وما عندهاش اي حاجه تعمل تعوق، ونتوقع المشاكل بقى نقول لا دي ممكن يحصل معها مشاكل فمتابعتها ماشيه كذا كذا. الحقيقه منظمه الصحه العالميه حطت لنا جايد لاينز ان احنا للمتابعه برضه، مش كل يوم الطبيبه تروح المريضه تروح للطبيب، هي زياره كل شهر تبقى كافيه تماما في اول 8 شهور، وفي الشهر التاسع ممكن نخليها زيارتين، لكن لو حمل عنده خطوره ممكن نكثف شويه يعني. في مريضه داخله الحمل وهي ضغطها عالي او عندها سكر او عندها روماتيزم في القلب او كذا كذا، بنحتاج نكثف الزيارات شويه، ممكن نخليها زياره مثلا كل اسبوعين. في البوكينج او اول زياره طبعا في بعض الفحوصات بنطلبها وحاجات بسيطه، حاجات بسيطه مش عايزين نصعبها على الناس، في حاجه روتين نعرفهم لكل الناس، روتين لكل الناس يعني، بقول لها تعمل صوره دم، تعمل مثلا تحديد فصيله الدم، تعمل سكر عشوائي في الدم، نطمن ان هي وضع تطعيماتها كلها كويسه، بنقدم لها بعض النصايح ان هي كذا كذا خاصه بالحمل، وبعدين يعني ممكن نعمل لها جهاز فحص موجات فوق الصوتيه، نعمل لها فحص موجات فوق الصوتيه، بنطمنها على الطفل ان موجود في مكانه ما هوش خارج الرحم، ان الطفل فيه نبض بالذات لو كان كمل 45 يوم في حاجه، لو في اي لخبطه ولا حاجه بنكتشفها، تبقى زياره خفيفه كده وبتاع، معظمها نصايح ومعظمها طمانه للمريض بتاعنا يعني. انا مرود بيا كطبيب فعلا ان انا دايما اطمن عياني، مفيش داعي اطلعه من عيادتي متضايق، لا لا هو ده دي شغلتنا، ما ده العامل النفسي 70% من علاج المريض. اي بني ادم عندك رفع ماده السيروتونين في المخ اللي بتؤدي الى نشوه السعاده وعدم القلق وعدم الاكتئاب، بتكون بالطمانينه بالكلمه الجميله والكلمه مهم جدا الحلوة. يعني هو يعني احنا في يعني حديث عن رب العزه لسيدنا ابراهيم ان هو يعني ايه الطبيب، دور الطبيب، فقال يطيبون نفوس عبادي، يعني انا منوط بيا ان العيان يدخل عندي الطبيب نفسه تطمن يعني، ده انا اوقات بشوف في عيني عندهم اورام لا قدر الله وكلام من ده، وبقولها بطريقه شيك، لكن انا ببقى ماسك يعني حزام الامور يعني، ابقى عارف ان انا بتعامل كذا كذا كذا، كلامي واضح، لكن برضه برد بيا ان اطمنه واجهزه العمليه واعمل له عمليه كويسه حتى لو حاجه وحشه لا قدر الله. يا فندم دكتور كمال، عايز اقول لك على حاجه في الكورونا دلوقتي. لما عملوا بحث قديم سنه 1882 لما انتشر الطاعون، لقوا ان ال 100 مليون اللي ماتوا 80 مليون منهم ماتوا بسبب الاسترس النفسي والقلق والفزع والخوف، وانه لقيوا بس فقط اللي ماتوا بسبب المرض حوالي 20 مليون فقط لا غير، يعني 20% منهم القلق احنا بقى الحاجات المزعجه جدا. مش هسيب طبعا النقطه دي، وعايز اتكلم ان كتير جدا بيقول لك هل الادويه امنه في الفيرست تريمستر او في الثلاث شهور الاولى ولا لا، وخاصه ان معظم الدكاتره من البدايه يبدا يدي كورس كامل فوليك اسيد زي ما انت قلت حضرتك، رقم 2 حديد، رقم 3 كالسيوم، هل الأدوية دي آمنة وضرورية أم لا؟
هو حمض الفوليك يعني احنا اتفقنا انه 400 جرام ملي جرام في كلنا متفقين ان هو ان هو ومع هذا اذا كان في مريض يعني واحده مثلا بنت صغيره وحامل وبنديها حمض الفوليك وبتعبها نقول لها هدي منه شويه مش ضروري برضه مش على طول مش مستمر. يعني مثلا بتاخده وتقول لك باخد القرص وبرجع منه تمام. لا 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 احنا حلوين كده مش لازم حمض الفوليك ندهولك بعد شويه. الحديد والكالسيوم نحب نأجلهم شويه. الحديد بالذات في الفيرست تريمستر في اول 3 شهور بيقلب المعده ويلخبط لنا الدنيا اللي هي من الاول المعده مش مرتاحه طبعا. احنا عايزين نسندها اول 3 شهور، بعد ال 3 شهور هنبدا نديها فعلا حديد، وهكذا الكالسيوم نحب نأجل كده في الاول. ده ممتاز. في سؤال تاني بيجي دايما اتفضل. معظم السيدات لو جالها دور شويه سخونه او صداع تقول لك اديني دواء بس ما يكونش ايه يضر الجنين في الثلاث شهور الاولى بالذات. الحقيقة احنا يعني الادويه إيه هو في الحمل من الحاجات اللي بيبقى عليها ريستريكشن جامد الادويه في الحمل، والحمد لله ان هو حتى المجتمع نفسه او السيدات حتى الحوامل حتى الجديد اول مره بيخافوا ياخدوا ادويه في اول، وده حاجه كويسه في اويرنس او في وعي في اويرنس فعلا الناس صح. عندها يعني فطنه وعندها ذكاء ان هي بتاخدش اي ادويه في الحمل تمام. لكن الادويه اللي بتعمل تشوهات برضه في المقابل هي ادويه قليله احنا نعدهم على صوابعنا حافظينهم احنا اطباء امراض النساء حتى طلبه كليات الطب حافظين الادويه اللي بتعمل تشوهات. مش هي كل مش كل الادويه بتعمل تشوهات، والدواء بيعمل تشوه بيبقى له حاجتين هو الجرعه قد ايه والديوريشن بتاعه. يعني في دواء هتاخده مره هو يعمل لك تشوه النهارده ما بيحصلش الا بعض الادويه اللي هي خاصه بالكيمو ثيرابي والكلام ده بس، انما معظم الادويه يعني مريضه خدت قرص اسبرين قرص بنادول يعني مش عايز اقول اسامي يعني خدت اي قرص يحصل لها ولا اي حاجه خالص اطلاقا يعني قرص ولا حاجه واحده مصدعه مفروض ضعيف مش هيبدا يقدر ياثر على الحاله واحده مصدعه شديد ومش نافع مع حاجه شربت كوبايه شاي كوبايه نسكافيه وما ظبطش مخها وبنت عندها 18 20 25 سنه نقول لها لا لا ابدا قرص اي قرص مسكن مش هيعمل اي حاجه خالص اطلاقا يعني. خلصنا الثلاث شهور الاولى دخلنا على الثلاث شهور الثانيه وفي الثلاث شهور الثالثه ستي تعمل ايه في الثلاث شهور برضه زي ما قلنا احنا كل زياره بتيجي لنا اللي هي الزياره الشهريه او اذا كان كل شهرين مش لازم تبقى زياره كثيره يعني بيبقى لنا زي برنامج او توقع هنعمل ايه. يعني احنا مثلا في الشهر الرابع او الخامس دايما بنعمل حاجه اسمها انومال سكان يعني بنبص على الطفل بفحص شويه احسن شويه بتدقيق شويه بدقه نطمن بقى على كل عضو من الاعضاء في مشاكل ولا مفيش، واذا ما كانش الدكتور ده او الطبيب يقدر ان هو عنده الخبره ان هو يعمل انومال سكان يبعتها لاي مركز عنده يقدر يعمل انومال سكان، ودي بقت متوفره اللي بنقول عليها ثلاثيه ورباعيه الابعاد. الحقيقه معظم الانومال سكان حتى بيتعمل باجهزه العاديه 2 دي مش لازم 3 دي ولا 4 دي مش لازم 4 دي ولا 3 دي اذا انت شكيت بس معظم دلوقتي بيقول لك الموضه اصبحت يا دكتور انا عايز اعمل 4 دي عشان اشوف العيل قدامي كصوره حيه. ما ده التطور اللي بيحصل الناس مستهلكه للتكنولوجيا، وبالتالي في عندي في حاجه موجوده في البيت ممكن استعملها وبن احنا جايبين الاجهزه دي ليه، فبنطمنها نعمل لها 3 دي ونعمل لها 4 دي نوريها شكل الجنين وكلام ده، لكن هو ما هوش الهدف الحقيقه. يعني الهدف ان انا اطمن ان الطفل ده سليم كشكلا وموضوعا ونموا وهكذا، يعني هو ده اللي يهمني. يعني ابقى اطمن عليك مجمله الامنيوتك فلويد ميه العيل كويس المشيمه في مكانها موجود بينمو كويس الحركه بتاعته كويسه دي ما يعنيني انا كطبيب. وما فيش مانع ان المريض الحقيقه برضو يعني بقول ان المريضه تشوف معاك الكلام ده. يعني انا مثلا عندي في المركز ان انا حاطط شاشه تاني للمريضه، المريضه نايمه على السرير انا ببص على شاشه الجهاز والمريضه بتبص على الشاشه معك. فانت بتقول لها ده وده وده دي راس الطفل ده مش عارف ايه ده ايديه ده بيتحرك اهو قدامنا هي بتشوفه بيتحرك الكلام ده الحقيقه بيرفع معنوياتها كويس جدا بيبقى في حاجه اسمها بومنج بيحسس ان هي مطمنة على طفلها الامنيوتك فلويد نقول لها ميه الطفل كويسه المشيمه هي موجوده في مكانها شوف الحركه شكلها ازاي بنقول لها ده ولد ولا بنت وما هوش برضو كل حاجه لكن اقول لها اذا كنت شايفه همنعه ليه اقول لها فعلا ولد باين بنت باين مفيش اي مشكله نخلص بقى في زياره الوسط الحمل الثلاث شهور الاخيره بقى هندخل على الثلاث شهور الاخيره بدور بقى على حاجات ثانيه طبعا ااكد ان عيانتي خدت يعني احنا يمكن في مصر معظم ستاتنا في السن الصغير وهم اطفال خدوا التطعيمات فيعني فالحمد لله بنشيك عليه يمكن بس هو التترستكسود اللي احنا بناكد ان هو ياخدوه وده موجود في الوحدات الصحيه وبعدين بتيجي في الشهر السادس والسابع بنشيك تاني على موضوع السكر بنعمل لها صوره دم كامله تانية نشوف اذا كان في عندنا نقص في الهيموجلوبين ولا حاجه نبدا في الفتره من 4 شهور فبنبدا ندي حديد كل يوم بانتظام بالذات لو كان هي الهيموجلوبين بتاعها بوردر لاين نص نص لكن لو كويس ممكن نفوت الكلام ده شويه هقول لحضرتك يمكن معظم حتى البحث العالمي اللي اتعمل ان لقيه في مصر تحتل رقم 9 على مستوى العالم في موت الاطفال او النساء
الحوامل بسبب الأنيميا الحادة أو نقص الحديد. فالفترة دي فعلا معظم الستات الحوامل بتبقى عندها هيموجلوبين أقل من العشرة، وده بيدخلها في ريسك. يعني تستحق، يعني احنا بنعمل ابحاث عليها تستحق الدراسه، ان احنا بناتنا بياكلوا كويس وتمام وزي الفل وبرضه عندهم انيميا، واضح مشكله في طبيعه الاكل نفسه، مكونات طبيعه نفسه. يعني نادرا لما تلاقي مثلا واحده متجوزه اول مره وتلاقي بتاع مثلا 12 13، ليه ما يبقاش 12 13 14؟ واضح ان احنا كلنا كده. فدايما الحديد موصوف ان لازم يتاخد. ده حضرتك كبروفلاكسس. لا يعني بقول لك ايه، كان في عندنا مثل بيقول لك لا 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 تجمع اطعمتك في اناء مسكوب. الله ينور عليك. بتاكل حلو جدا والاخر تديها سجارة، تاكل حلو جدا تديها كوباية شاي، تاكل حلو جدا وبعدين في الآخر إيه الجنك فود والحاجات التي لا تسمن ولا تغني من جوا. فعلا دكتور كمال احنا عندنا اللايف ستايل أو السلوك الغذائي في هو ده اللي عايز شوية عايز فاين تاتشز وتظبيطة شوية كده يعني. احنا يعني فعلا احنا هنخش على المهم بقى، كملنا 9 شهور بسلام. تمام. هنسأل سؤالين مهمين جدا. تمام. في خلال ال9 شهور من أول اليوم لغاية بخملت خلاص ال36 إلى 38 أسبوع بحساباتكم أنتوا يا دكتورة دكاترة النساء، بتزيد الست كام كيلو حوالي؟ هو المتوقع يعني الأفريج بتاعها مثلا 10 كيلو. 10 كيلو المفروض ما تزيدش عن كده، والمفروض دول ما بيزيدوش برضه في أول شهر. تمام. يعني احنا فرصة بتبقى أول زيارة نقول لها يعني خلي لك نظام غذائي يسمح لك تزيدي، لكن يعني بس زيادة قوي، لأن تخيل أنت إن هي كل مرة هتزيد 10 كيلو مش هينفع طبعا. وطبعا الولادة نفسها هي بتخس حوالي 5 كيلو يوم الولاده نفسه على طول، الجنين والميه والكلام ده والسائل الامنيوتي اللي حواليها فمسموح لها في الحمل كله ب10 كيلو، ما تزيدش عن كده يعني. احنا لسه هنخش بعد على الولاده دلوقتي. هتكلمنا بعد المقدمه اللي احنا اتكلمنا عنها موضوع الحلقه النهارده، انواع الولادات ايه واهمهم، هنركز شويه على الولاده القيصريه وامتى نلجا لها يا دكتور كمال. هو الولاده القيصريه الحقيقه فيها شقين، او الولاده عموما فيها شقين. اتفضل. اسمها التايمنج بتاعها وقتها امتى، يعني سواء اذا كنت هو الولاده الطبيعي ما فيش مشكله، ان وجع الولاده والام المخاض دي حاجه بتاعت ربنا، هتيجي في وقت ربنا مقدره وحسبه وكلام ده وهكذا، وبالتالي انا مش هتدخل فيها. احنا الخطر بيبقى في الولاده القيصريه اللي انا هقرر اعمل لها ولاده قيصريه. اول حاجه التوقيت بتاع الولاده القيصريه، ويمكن دي رساله انا بوجهها للامهات وبوجهها للدكاتره اكتر، يعني يا جماعه في جايد لاينز، في توصيات قالتها منظمة الصحة العالمية وقالتها معظم الأسورتز العالية زي الرويال كوليج وزي الأمريكان كوليج، إن إحنا ما نولدش في عيانة لو ريسك قبل 39 أسبوع، ما عملش قيصرية العيان قبل 39 أسبوع. لكن ما فيش مثلا دواعي قبل كده 6 شهور وسبع شهور وثمان. في إمتى بقى نرجع لها؟ في حاجة اسمها الهاي ريسك بريجننسي. كل في حمل عالي الخطورة، في حمل عالي الخطورة، واحدة مثلا بتنزف مثلا كل شوية، أو جت عندها زي ما قلنا شيء متقدم أو ملتصقة، ممكن لا أقول على 37 38 36 ممكن أنزل شوية كمان. واحدة ضغطها عالي عندها تسمم، أو اللي عندها سكر عالي وحجم الجنين مثلا السكر برضه له برضه يعني تقييم، ما هوش ما يمشيش عليه كل انواعه، لكن برضه بنتكلم على 37 38 تل. لكن انا مشكلتي في دي في حاجه اسمها بنسميها الايتروجينيك بريتيم ليبر، دي مشكله كبيره جدا جدا، ان المريضه اول ما دخلت في اول التاسع على 36 اسبوع يا دكتور ولدني انا عامله قيصريتين عامله 3 عامله 4 ولدني. لا 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 نصبر شويه، نستحمل شويه. كل يوم بيقعد الطفل في الرحم فهو يساوي يوم في الحضان، يعني انت بتبعديه عن يوم في الحضان، وكل الجايد لاينز بتكلم عن 39 اسبوع. كل ما نقعد يوم زياده كل يوم يقعده في الرحم يقيه من انه يقعد يوم في الحضان في مقابل يعني. لا تتخيل حضاناتنا شكلها ازاي، والاطفال اللي بيخشوا الحضانات شكلهم ازاي. وبالتالي انا كل ما بستنى وهو يعني بناخدها واحده واحده بالراحه، طيب اسبوع وربنا يسهل، اسبوع تلاقي التاسع خلص، هو التاسع هيقعد سنه ولا حاجه. فدايما يا جماعه بليز لو سمحتوا نستنى مش قبل 39، لما يكون عندي ريسك ممكن اخليه 38، مفيش داعي اجري اول 37 و36 بيدخلوا حضانات ويحصل لهم مشاكل كتير قوي ما احناش بتاع. لكن لما يبقى في حمل اعلى الخطوره وكلام ده ومضطر وعندي سبب واضح ولد بدري شويه مفيش اي مشكله، نقول للمشاهدين وخاصه ستات الحوامل ايه هي عوامل الخطوره اللي تلجا فيها بسرعه للتولد قبل الميعاد وتكون تحت اشراف هو الحمل اعلى الخطوره. اولا والدكتور مقدر الكلام ده، تمام، والطبيب المعالج مقدر الكلام ده وبيختار الوقت، وده نقول له مفيش اي مشكله. لكن انت امورك عامله قيصريه واحده مثلا
وما فيش عندك اي الام ولاده ولا حاجه. في التاسع لازم في بعض بيسموها تحاسيس ولاده او الام بسيطه وكلام ده، الفولس ليبربينز دي لا تعني ان لازم اولد النهارده، استنى اسبوع واثنين وثلاثه هبرت نفسي دخلت في اخر التاسع اعمل قيصريه. ما انت هتعمل قيصريه تعمل قيصريه، اعمليها وطفلك في حضنك ولا تعمليها وطفلك يروح الحضانه. الساده المشاهدين بدا يهلوا علينا وعندنا بقى الصعيد وبلدنا وبلدك اسيوط. الاستاذه اسماء اتفضلي حضرتك معاكي، اهلا بيكي ومرحبا. اهلا بحضرتك. معاك الأستاذ الدكتور كمال، اسألي أي حاجة، أسيوط كلها تحت أمرك. شكرا لحضرتك. معلش يا دكتور، هو أنا هسألك سؤال بس كده. اتفضلي. أنا معايا أختي حامل 3 شهور، على طول بتحس بصداع ومش عايزة تاخد أي مسكنات ولا أي حاجة، فده طبيعي ولا تعمل إيه هي؟ كويس، هو السؤال المهم طبعا الأستاذة دعاء. اتفضلي يا أستاذ. وكويس إن أنا أسيوط برضه، سعيد إن يتواصل معنا ناس أسيوط. هو الصداع في الحمل برضه ظاهره موجوده وكل حاجه، اهم حاجه بس احنا نطمن. انا سالت حضرتك السؤال في الاول، هل بعض الناس نطمئن ان الصداع ده مالوش سبب يعني عضوي؟ اسمع واسمع الاستاذ الدكتور كمال هيجاوبك دلوقتي، اتفضل. يعني نطمن ان هو الضغط ده ما هولوش سبب عضوي، يعني ضغطها مظبوط، ما عندهاش مشاكل في العين، مشاكل في الانف والاذن، في اي مشكله ثانيه. الحاجات اللي احنا نقدر بالاسئله او يعني التاريخ المرضي بتاعها نقدر نكتشفها، نوجهها التوجيه اللي اذا كان عندها مشكله. اذا ما كانش عندها مشكله وده حاجه مع الحمل مفيش اي مشكله، بيحصل كتير قوي الصداع وما فيش مانع زي ما قلت لحضرتك. ايه سببه يعني حتى يعني كل التغيرات كمريض عايز اسال ايه سبب الصداع في اثناء الحمل؟ يعني التغيرات اللي بتحصل في الحمل سواء اذا كان هرمونال او اذا كان فانكشنال او غيره بتعمل الكلام ده، لكن برضه يبقى حاجه في المعقول. لكن واحده مثلا عندها صداع نصفي مستمر كذا كذا لا ندور على سبب الموضوع. الاجابه معانا الاستاذه رحمه من السويس، اهلا بالسويس واهل السويس. اهلا بحضرتك، لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ معاكي الدكتور كمال، اتفضلي اسالي. لو سمحت يا دكتور، كنت ولدت من 4 سنين وكده، فكنت والده قيصريه، فجيت بعد كده دلوقتي يعني كنت مركبه اللي هو اللولو ده وشلته. مع حضرتك اتفضلي. وطي التلفزيون يا استاذ رحمه، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. ما انا سامعه حضرتك. اتفضلي كملي. طيب بعد كده جيت، بعد كده لما جيت شلته وكده دي لي 3 شهور ما حصلش حمل، رحت للدكتوره قالت لي ده انت لازم تعملي لي هرمون، تحليل هرمون لبن وحاجات تحاليل كتيره جدا، يعني من غير ما تديني فرصه ان تديني علاج ولا اي حاجه. هو انت حضرتك يعني والده من 4 سنين وركبتي اللولب وشلتيه من 3 شهور، فاحنا فتره التاخر في الحمل هي 3 شهور فقط مش ال4 سنين الحقيقه يعني. فانت بتاخري في الحمل زي متزوجه حديثا ليكي 3 شهور وحملتيش. لا بقول لك حشت اللولب اديلي 3 شهور، انا متجوزه من 4 سنين. تمام. ايوه يا فندم، مش انت جبت طفل وركبتي اللولب وشلتيه من 3 شهور؟ شكرا يا استاذ رحمه. هيجاوبك الدكتور كمال، هي شالت، كانت متجوزه من 4 سنين تمام، وشالت اللولب من 3 شهور تمام. هي الدكتوره ما قالتلهاش تاخد ايه علاج بعديه؟ ايوه يعني انا قتل يعني هي دلوقتي هي متاخره فقط، يعني هي نفسها تحمل من 3 شهور فقط. هم دول التاخير، هو تقييم حضرتك عادي لحاله عقم ثانوي، بنقيم واحده واحده حضرتك اذا كان يعني ممكن احنا نقول اللولب اللي ركبته من 4 سنين عمل لها عقم ثانوي؟ لا ولا اخر التبويض شويه؟ لا، وسائل برضو دي رساله يعني عايز اوصلها. في بعض الناس بيسال وسائل منع الحمل ما بتعملش عقم ثانوي، ما بتعملش عقم الاولي ولا ثانوي الحقيقه، ولا الحقن ولا الحقن ولا حاجه. يمكن الحاجه الوحيده اللي هي الانجكتابلزيه بتاخر شويه، اللي هي ايه زي الحقن يعني تاخر الحمل شويه ممكن 6 شهور، لكن ما تعملش عقم سنه. لكن عقم لا 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 اصلحنا. يبقى هي المفروض تتابع الدكتور كمال مع الدكتوره المتابعه ليها وتحاول يمكن هي الدكتوره شافت ان هي كويسه. وما فيش وده كويس ان هي طلبت لك بعض الفحوصات بتطمن على حضرتك ان انت كويسه، وان لو في حاجه نقدر نصلحها برضو انها تطلب لك بعض التحاليل ما فيش مشكله. لو تاخرت شويه ممكن نعمل لك شعب الصبغه على الرحم والانابيب، ما فيش اي مشكله خالص. يعني بنحاول نحط التاخير ده، والغالب بيبقى الانتظار بيحل المشاكل. يعني ممكن ربنا يكرمك الشهر ده الشهر الجاي بدون اي ادويه لنفسك حامل. يعني احنا اسيوط سويس معانا كمان نعمه من اسوان، اتفضلي يا استاذه نعمه اسالي الاستاذ الدكتور كمال معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. اهلا بيك. بقول لحضرتك معايا بنتي بيتكرر معاها الحمل العنقودي 3 مرات. تمام. ولما يعني بتاخد العلاج لمده شهر بتعرف هي يعني تبدا بتاخد طبعا وسيله منع الحمل لغايه سنه، بتيجي تنوع الحمل الثاني برضه بيكون كله تمام ومفيش اي حاجه، وبرضه بيتكرر معاها. فايه السبب والعلاج؟
لحضرتك. هو يعني الحمل العنقودي فعلا من الامراض اللي بتضايق شويه، وطبعا خاصه لما يتكرر طبعا. شكرا يا استاذه نعمه، واسمع الاستاذ الدكتور كمال. خاصه لو هي ما حاش اطفال ولا حاجه طبعا، لكن لو ما حاش اطفال بتبقى الدنيا خفيفه شويه، والتكرار هو ده الغريب شويه، لان هو الاصل فيه ان هو ما بيتكررش، يعني تكراره نادر شويه. لكن بعض يتكرر. بعض المشاهدين عايزين يعرفوا يعني الحمل العنقودي، يعني الحمل العنقودي ان بيحصل حمل حضرتك، وبدل ما يتكون جنين ما بيتكونش جنين، بيتحول المشيمه كلها لعباره حتى من اسمها زي عنقود العنب كده. عنقود العنب بالتالي حتى يعني من اسمها الحمل العنقودي او حويصلات اشبه ما تكون بالعنب البناتي كده. والله على بناتي كمان. ما هو ما فيهوش بيز. وبعدين للاسف المشيمه ممكن تبقى كلها، ممكن في بعض الانواع منها اللي هو البارشال مول ممكن يبقى فيه طفل موجود والمشيمه برضه فيها نفس المشكله. بيكمل الحمل ولا بيحصل له؟ لا هو ممكن يكمل، بس احنا ما بنسمحلوش انه يكمل، لان البارشال مول هو الطفل نفسه فيه انومالي، يعني الطفل نفسه فيه تشوهات كروموزومال انوماليز، يعني الفيرتلايزيشن بتاعه او يعني الاخصاب بتاع الحمل العنقودي فيه مشكله كبيره جدا. يعني الغالب يبقى تو سبيرمز او بعضهم سبيرم مخصب بويضه مش سليمه. يعني ان بيت اوفم يعني، وبالتالي بيحصل دوبليكيشن للباترنال، يعني بيحصل ازاي مش عايز اخش في تفاصيله يعني عشان السيد المشاهدين. يعني هو نسبته قد ايه في على المستوى مثلا؟ الحمد لله نسبته مش عاليه، يعني نقدر نقول حوالي 0.5% مش اكتر من كده. وتكراره حاجه نادره جدا جدا، هو التراك اللي مشيت فيه مظبوط الحقيقه، ان احنا طالما الحمد لله ما انتهى موضوعه وعملت له تفريغ ولا حاجه، واذا كانت تاخد علاج كيماء او ما تاخدش، وبنديها فرصه منع حمل لمده سنه او سنتين طبعا، نتابع الفتره دي عشان لما يحصل حمل يحصل كويس ما يحصلش فيه لخبطه. هو مشيت واضح انها مشيت بنفس الكلام المظبوط، بس تكرر مره ثانيه وتكرر مره ثالثه. بنحتاج فعلا ان احنا نعمل بعض التحليل للزوج والزوجه، واخد بال حضرتك، بنحاول ان احنا نحط ايدنا على المشكله. هل الوراثه بتلعب في دور؟ فيها جزء فيها وراثي. فيها جزء فيها وراثي وبس، لكن في النهايه هنيجي وقت نقول لها لا انت مسموح لك تحملي. لا، اما يحصل بقى ان يحصل اخصاب مظبوط لحيوان منوي مظبوط وبيضه مظبوطه، بيبقى الطفل سليم والمشكله تعدي. وانا بس حظها مش كويس ان يتكرر، لكن هو بيحصل التكرار وبعد كده بيحصل حمل طبيعي تاني وتالت ورابع، ولا كان في اي مشكله خالص. مفيش اي مشكله. زي حتى الاجهاض المتكرر ممكن يتكرر مره واثنين وثلاثه، وربنا ياذن بالعلاج وشويه حاجات وشويه فيتامينات والدنيا ومتابعه كويسه، وتلاقي الطفل مشي زي الفل. هو نفس الكلام بس نرجع يعني. مرجوعنا الموضوع انا بنتكلم على القيصريه ومتى نلجا اليها، بحيث ان انت حضرتك لو تسمع دكتور كمال، معظم الدكاترة ستات دكتورة وأحيانا دكتورة نساء ولادة تقول لك لا أنا بعدني عن ألم الولادة الطبيعية وخليني أنا أرتاح، هي نص ساعة بنجي مش هحس بأي حاجة خالص. هل ده مفهوم صحيح؟ هو احنا يعني الأطباء صحيح ولا إن احنا سبب في زيادة الولادة القيصرية؟ الحياة الولادة القيصرية على مستوى العالم هي في الزيادة، دي حتى يعني منظمة الصحة العالمية بنسميها بانديميك، يعني عدوى على مستوى العالم مش في مصر. طب قبل كده حضرتك قلت لي كلمه حكمه يعني في حلقات منورتني فيها صحيح. بتقول ان الاصل في الولاده الولاده الطبيعيه. صحيح الاصل صحيح، ده الفطره الولاده الطبيعيه، وده اللي حصل تغير. احنا كان في ولاده طبيعيه، بس كان محل الولاده الطبيعيه في بعض المشاكل. فاذا كنت انا عندي ما يمنع من الولاده الطبيعي، يبقى هو ده لازم اللي بنسميه انديكيشن او سبب واضح للعمليه القيصريه. طالما انا بعمل قيصريه لسبب واضح يبقى ما فيش اي مشكله خالص. عايزين بقى ننوه للساده المشاهدين، امتى الجا للقيصريه لا محاله؟ وهل اصبحت ترند او فينومينا او خلاص اصبحنا كلنا، ولا هي سبوبه مع بعض الدكاتره بحيث ان الانكم بتاعها او الدخل اعلى من الولاده الطبيعيه يعني؟ في مصر احنا تاني دوله على مستوى العالم. تمام. للاسف احنا مصر تحتل الدوله، بس زي ما قلت لحضرتك هي القيصريه على مستوى العالم في الزياده. لكن القيصريه حضرتك الولاده الطبيعيه الامنه زيها زي الولاده القيصريه الامنه. تمام. هو احنا مشاكلنا مش في، احنا المفروض يعني ما هوش الهدف بالنسبه لي ان انا اقلل نسبه الولاده القيصريه، على ما الهدف بتاعي ان انا الست تخوض رحله الولاده نفسها بالظبط امنه كأم وطفل بامان، للام وللطفل. سواء ولاده طبيعي اذا كان يناسبها او ولاده قيصريه. تمام. في جزء برضو من الـ من الـ من, من اسباب زياده الولاده القيصريه مطلب الام نفسها او الحاله نفسها، هي بتيجي احنا انا 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 حضرت الكلام ده يعني من 20 سنه، يعني مش عايز اقول اكتر من كده. كنا لما نقول الست ده بنتك هتعمل قيصريه تقول لي ليه يا ابني؟ طيب ما تبنيها ساعه. طب نسمع الاول سؤال الاستاذ ياسر من هنا وبعدين نكمل على القيصريه، الموضوع كبير وجميل. اتفضل استاذ ياسر، اهلا بيك. السلام عليكم. ازيك يا فندم؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا باهلنا في هنا. الله يخليك يا فندم، كل سنه وانت طيب يا فندم. انت طيب يا حبيبي. الله
الله يخليك، ممكن نواصل مع الدكتور بس؟ تفضل يا فندم. دكتور كمال تفضل اسال زي ما تحب. الله يخليك. هو الدكتور والله انا حليت المدام، طلعت يا حمام حليت ماشي في الشهر الثالث. حللتها تحليل وكذا وماشي في الشهر الثالث حاليا اول مره لي هذه. فطلعت عندها نسبه انيميا. تمام. فعايزك يعني تفيدني يعني مثلا الغذاء الكويس وتمام والانيميا يعني ايه الاكل الصحي وكده. مظبوط مظبوط. انا ما حضرتك انا شاكر لحضرتك. شكرا استاذ ياسر. معاك دكتور كمال هيجاوبك. سؤالك في الحلقه نفسها فعلا هو الانيميا من الحاجات الامراض الشائعه تماما في الحمل والولاده. تقريبا كل السيدات بتخش الحمل واللي ما عندهاش بيحصل لها انيميا، الحمل متطلبات ولا الحديد والكلام ده بيجيب الانيميا. الانيميا انواع كتير طبعا، لكن اشهرهم اللي هو الارن ديفيشنسي انيميا نقص الحديد. طبعا صح. هو لكن هو لازم برضو واحنا بنفحص العيال او بنقيم التقرير بتاع السي بي سي او السي الكومبليت بلاد كاونت ده هو او بلاد كومبليت بلاد بيكشر، لازم نبص على كل حاجه. لا عشان بس مش فقط الهيموجلوبين على فكره دكتور كمال. لان احنا حتى يعني بصفتي استاذ تغذيه. اتفضل يا فندم. فعندك حضرتك اول حاجه بتشوفها حاجه اسمها السيرم ايرن. صحيح. سيرم في الريتين والايرن بيندنج كاباسيتي. يعني انا ما ببصش فقط للايه للهيموجلوبين. ما هو حضرتك انا بس استاذنك اقول للاستاذ. اتفضل اتفضل يا فندم. اقول للاستاذ ياسر اهم حاجه للست الحامل الكبده، العسل الاسود، العسل النحل، عصير البنجر مع الجزر. اعتقد انا بتكلم من ناحيه التغذيه، اما الناحيه الامنه في الحمل حضرتك التغذيه العلاجيه واساس التغذيه العلاجيه ده شغل حضرتك. فحضرتك اهم حاجه عندي الاكل الطبيعي طبعا. لما نعجز عن الاكل الطبيعي نتيجه مثلا الست عندها شويه حموضه غثيان بنلجا للفيروجلوبين وبنلجا للبرافوتين وبنلجا للفيروز وبنلجا للحاجات الادويه المساعده معاها. حتى واحنا بناخد اقراص الحديد برضه احنا عندنا برضه لازم يرد على اسيوط. وبعدين نكمل معاك يا دكتور كمال. استاذ ادم من اسيوط اتفضل يا فندم. استاذ ادم. استاذ ادم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا دكتور بس كنت عايز اسال على يعني انا وزوجتي متزوجين من حوالي 5 سنين. اتفضل. تمام. بس ما حصلش حمل نهائي. تمام. وعملنا عمليه اللي هو عندها تكيسات على الموبايل، عملناها مرتين. تمام. تمام. وما فيش برضو اي نتيجه خالص. وعندها وقلنا هو مخزون المبيض، مخزون المبيض اللي هو 7.8. تمام. الهيموجلوبين 7.8. مخزون المبيض الام بي اتش بتاعها. هيجاوبك الاستاذ الدكتور كمال. يا استاذ ادم اتفضل يا فندم. الاستاذ ادم يعني اهلا وسهلا بيك. هو انت بتعاني انت ومراتك من عقم اولي، واضح ان المشكله عند الزوجه في موضوع تكيسات المبيض او اللي هو البوليسيستيك اوفاريان ديزيز. انت عملت عمليه تثقيب للمبيض او لابروسكوبيك اوفاريان ديلرنج مرتين، واحنا ما بنحبش التثقيب اكتر من مره لكن مقبول هذا. لكن ان يعني زوجه حضرتك عندها حاجه جميله جدا، يعني دايما بنشوف الجانب الايجابي بتاعها ان عندها مخزون مبيض هايل جدا 7.8. المتوسط بتاع السيدات العاديات ان هو المتوسط 1 أو لحد 2 على الاكثر، يعني متضخم. انما انت عندك ما شاء الله مخزون مبيض عالي جدا جدا، يعني عندك هو. بس حضرتك احنا سؤالنا لما هي بتاخد تنشيط بتنشط واتيفر الطريقه بيحصل تبويض ولا بيحصل؟ معانا استاذ ادم. لو معانا حضرتك. فاذا كان بيحصل تبويض فاحنا شكرا استاذ ادم زيها زي اي واحده خالص. تنصحوا بايه دكتور كمال؟ تنصحوا طبعا اهم حاجه متابعه على ما اعتقد. هو مشكلتها في التبويض. فاذا كان التنشيط سواء بالاقراص او سواء بالحقن بيجيب نتيجه وبيحصل تبويض كويس، ممكن تستنى شويه وهتلاقي في حمل ان شاء الله حصل ان شاء الله. واخد بالك اذا لم يحصل الوقت اللي قال عليه ربنا لله ما في السماوات وما في الارض. 5 سنين دول كتار حقيقه. ممكن تدخل في حاجه برضو حاجه من الاخصاب المساعد يساعدها، لان طبعا احنا في الاخصاب المساعد زي اطفال الانابيب مثلا. بندي حقن. الحقن دول اللي هي الاف اس اتش والاتش ام جي دول المبيض ده فيه مشكله بتاع التكيس المبيض. يا حاجه اسمها الاون اون نان، يا ينطق يا ينطق بعبط، ما ينطقش من اصله خالص خالص. يا اما لما ينطق يطلع بوضات بالهبل بقى بعبط شويه. يعني احنا هو ده المريض اللي بنبقى حتى واحنا بننشط في اطفال انابيب بنبقى حذرين جدا. يعني هو المريض الوحيد اللي طلع 30 بويضه او 35 بويضه او 20 بويضه، ارقام مش عارف منهم بويضه واحده بس. الحجم حوالي كام يا دكتور كمان؟ الحجم الكويس في 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 يعني بالاحمر مثلا من 16 18 20 22 24 بس كبرت شويه لكن ماشي. نرجع نكمل موضوع الدواعي للقيصريه
واحنا بدانا نلجا لها في مصر كتير جدا. اتفضل. هو انا اقول لحضرتك، هو انا عايز اقول اذا كان عندي سبب طبي واضح للولاده القيصريه فاهلا وسهلا، اذا لم يكن عندي سبب طبي وعندي فرصه للولاده الطبيعيه الامنه فالولاده الطبيعيه هي طبعا الـ يعني الافضل. لكن برضو انا عايز اقول برضو في النهايه اذا الهدف بتاعي ان انا مريض سواء طبيعي ولا سواء قيصري، ان الام والطفل يعدوا بامان تام، هو ده ما يعنيني. الغرض هو الامان، ما هوش هدف ان انا انزل او اكتر. لكن هي الحقيقه برضو الموضوع ما هوش سهل يعني. يعني ما يحكم الولاده القيصريه ثلاث عوامل مهمين جدا، هي الام نفسها والطفل، الام والطفل، الطبيب مهم جدا جدا، الفريق اللي بيشتغل، وطبعا المنظومه نفسها او الاتموسفير اللي بتشتغل، مكانك مجهز ولا مش مجهز. لو العوامل دي كلها كويسه اكيد هتبقى سواء طبيعي ولا قيصري هتبقى اولادها امنه وكلام من ده وسليمه. طبعا ما انا ارجع للبدايه واقول لك اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الاهم من كده، في بعض الستات بيسالوا سؤال بيقول لك ايه، انا ولدت قيصريه هل الولاده الثانيه ممكن او للطبيعي؟ ممكن بعد قيصرية واحدة، احنا عندنا العرف ده في مصر لكن هو على مستوى العالم فيه شوية تغييرات. يعني بعد ولادة قيصرية اذا كان السبب اللي عملت له القيصرية ما هو السبب دائم، ممكن نولد طبيعي عادي جدا جدا وعندها فرصة عالية خالص انها تولد طبيعي. يعني واحدة عملت قيصرية اول مرة عشان الطفل مثلا جايب العرض، او الطفل جايب ريتش اللي هو الطفل جايب رجليه، او الطفل عمل القيصرية عشان حصل لها نزيف قبل الولادة المشيمة متقدمة مثلا، او كان ضغطها عالي، الكلام ده مش بيتكرر وبالتالي عندها فرصة كويسة يعني جدا جدا انها تولد طبيعي زيها زي اي واحدة. بعد قيصريتين الحقيقة ما بنديش الفرصة دي. بعد الاثنين، بعد عملت قيصريتين لاي سبب بقى، لاي سبب بنحاول نقول لا انت خلاص انت هتعمل قيصرية يعني هنعملها سكيدول، كل ولادتها فيما بعد هتبقى قيصرية الغالب كده يعني. ومع هذا برضو الكلام ده يعني احنا ده اللي بندرسه وده اللي عندنا في مصر، لكن في بعض الدول يعني ممكن تدي فرصة بعد قيصريتين عادي، ما فيش اي مشكله. مفيش اي مشكله، بس طبعا بتبقى فيها يعني عارف انت اوبزرفيشن، بتبقى حذر وانت بتولد، بتبقى خد بالك لان في فرصه للمشاكل لا قدر الله ان يحصل ديهيسنس اوف ذا سكار او رابشر يوترس يعني انفجار وكلام من ده. في سؤال تاني بقى بتطرحه بعض السيدات، بتقول لك انا ولدت قيصريه، يقال انت الحمل السليم يبدا بعد الولاده القيصريه بقد ايه؟ هو التباعد ما بين الولاده والولاده. هو احنا الطبيعي بنقول من سنه لسنتين، اقلها يعني، هو سنتين ده مش كتير. يعني هو السنتين ده عشان الطفل يعني زي ما بيقولوا شبه شبابا ويكبر. نجاوب الاستاذه هاجر من القاهره وبعدين. استاذه هاجر اهلا بيكي في برنامجنا، استاذ في الطب مع الاستاذ دكتور كمال زهران، اتفضلي يا فندم. يا اهلا بيكي. لو سمحت كنت رحت للدكتوره وكده عشان قعدت فتره كنت بعد ما خلفت وكده ما حصلش حمل، فقالت لي ان عمليه طلبت مني تحليل هرمون لبن وقالت لي ان هرمون لبن عالي، هو ده ممكن ياخر الحمل هرمون لبن ده؟ سؤال حضرتك واضح. شكرا يا دكتور كمال هيجاوبك. هل هرمون اللبن ياخر الحمل؟ تمام. هو هرمون اللبن والحقيقه متهم في كل واحدة البرولاكتين يا دكتور. البرولاكتين لكن يعني حتى نسبتهم يعني ان هو عالي او كسبب مش كتير او زي ما الناس متخيلة، وهو على الحد قد ايه. طب اقول لك على حاجة، انا اعرف ستات وقريبين جدا مني بترضع في ست شهور وحصل حمل. ما ده اللي احنا بنقوله، ده هو ده العادي، ده الطبيعي، ان هو ستات كتير جدا، مش قريبة حضرتك، ستات كتير جدا وهم بيرضعوا بيحملوا، يعني ما هواش وان ماركر. لكن هو لو عالي وهي متأخرة في الحمل، عندها تأخر في الإنجاب وهو عالي بنظبطه، وده علاجه سهل جدا دلوقتي. يعني حتى كان زمان الادويه اللي موجوده في الماركت كانت ادويه صعبه شويه بتدي المشاكل، والحاجات اللي بياخدوها عشان يتوقف اللبن عشان التبويض يحصل، ده ايه يعتبر الادويه؟ هو على فكره هي اراز دلوقتي يعني متوفره. المهم مع الاستاذه منى هاجر، هل هرمون اللبن متهم وهو اصلا بريء من الحمل؟ هو اقول لحضرتك حاجه، اذا كان فعلا التخيير اللي جاي ده عالي فاحنا بنحتاج ادويه تظبطه، سهله بس جدا يعني عرفنا سبب اهو، وظبط هرمون اللبن عشان نوصله الحدود الطبيعيه اللي يحصل معها حمل ويحصل معها تبويض، ده بياخد شهر. لكن هو شهرين اصلا ما بيمنعش الحمل، شهر شهرين. لا لو هو يعني الست متاخره في الانجاب وعندها هرمون لبن عالي لازم نظبطه لها، لازم يتظبط خلاص الأول. ما ينفعش ما عنديش الرفاهيه ان انا اسيب. نكمل معانا الاستاذه منى من القاهره. اتفضلي يا استاذه منى، اهلا بيكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وما حصلش حمل وباخد منشطات وما بتحصلش حمل، وعندي اللي هو القصور في غده الدرقيه وباخد له علاج.
وانا سمعت الجزء الاول. علي صوتك الجزء الاخير ما سمعناهوش. تفضلي يا فندم. بقول لحضرتك متجوزه بقالها 5 سنين. تمام. وما حصلش حامل، باخد ولا ما حصلش حامل لغايه دلوقتي. وباخد وعندي تكاليف على المواد، وباخد الابواب، وعندي باخد الابواب بالشامل. طيب انت تابعتي مع دكتور قال لك محتاجه منشطات او في حاجه يعوق الحمل؟ ما فيش، هو التكيسات بيحصل لتبليل بس ما فيش حمل. طب ولما بتاخدي تنشيط حضرتك، سؤال يا استاذه منى، لما بتاخدي منشطات بيقول لك الميه بتشتغل يعني طلع بويضات؟ ايوه بيبقى ممتاز يعني طبعا. وصل للحجم بيوصل لحجم كويس، 18 20 مللي يعني بيحصل الكلام ده؟ طب حضرتك يعني احنا عندنا متلازمة تكيس المبيض، دي حاجة من الحاجات اللي عند حضرتك، وانت حليتيها. اسمع الأستاذ دكتور كمال، شكرا خالص يا أستاذة منى، خدت تنشيط يا أستاذة منى، خدت تنشيط، فيعني بنقدر نعتبر حضرتك يا إما إن أنت عندك سبب واضح متلازمة تكيس المبيض، أو إن حضرتك عندك عوق غير مفسر. محتاجين حضرتك بس زوجه يعمل تحليل نتاكد ان هو سليم. احنا حالا بنمسك جانب الست ونسيب الراجل، ما هو ده الاثنين يمشوا مع بعض. اساسيات الحمل عشان يحصل لازم الاثنين سلام. هنسمع منك بقى، قول ايه هم بقى المطلوب من الراجل والست لما يكون في عقب ثانوي او اولي. الراجل ده موضوعه سهل قوي، الراجل هيعمل لنا تحليل سائل منوي، ده حاجه سهله جدا. وبعدين على ضوء ده بيدينا مرايه لكل حاجه، على ضوء في حاجه للست اسمها متابعه تبويض. وعلى على على ضوء التحليل السائل المنوي هقدر اقول هنعمل ايه مع الراجل، او اذا كان هو سليم وخلاص. لكن الست احنا عندنا كذا ليفل، يعني بنبدا من الهايبوثالامك بالتيوتري كوزس اللي هي الحاجات المركز الاعلى، وبعدين ندخل بعد كده على مشاكل في التبويض على المبيض، او يكون في مشاكل في الانابيب قنوات فالوب اللي هي الناقله، وعندي عايز رحم سليم ينفع ان يحصل فيه حمل وخلاص. يعني في الغالب هم دول الاساسيات، وبالتالي انا بقيم كل واحد فيهم على حده على حده. يعني بقيم يمكن ببدا بالمبيض، اشوف التبويض واشوف واطلب شويه تحاليل كده للهرمونات، البيز لاين انفستيجيشنز بتاعها، والبيز لاين هرمون البروفايل اف اس اتش ولا اتش برولاكتين، والثايرويد فانكشن تيست. الحقيقه الثايرويد مهم، الثايرويد فانكشن تيست من الحاجات اللي هي اندر استيميتد، يعني الناس مش بتقدرها، مش بتديها حق قدرها يعني. معقوله؟ طبعا، وهي موجوده الحقيقه وكثيره، ولما بتظبطها في ناس كتير بيحملوا وحدهم. حبوب السيروكسين مأمونة أثناء الحمل؟ مأمونة طبعا، آمنة تماما أثناء الحمل، السيروكسين آمن تماما أثناء الحمل. والست اللي كان عندها هايبوثايروديزم أو الغدة الدرقية غير نشطة ومظبوطة بالسيروكسين، لما تبدأ في الحمل ما توقفوش، المر عليه طول الحمل والكلام ده، يجوز نغير نزود ننقص لكن مش هنوقفه أصلا. يبقى زي ما احنا اتفقنا، يبقى نشوف الراجل ونشوف الست ونمشي بالآية بتاعت ربنا. لو هما الاثنين سلام ومفيش أي حاجة، يبقى نسمع الآية الجميلة اللي يقول لك لله ما في السماوات وما في الأرض يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء إناثا ويجعل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. دكتور كمال قدامنا دقيقتين، عايزين من معاليك بقى تعمل لنا مختصر مفيد عن أهمية القيصرية دلوقتي، مكاسبها ما لها وما عليها. القيصرية يعني من التدخلات الجراحية الجميلة اللي أضافت لأمراض النساء والتوليد، واللي أنقذت سيدات كتير جدا 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 وأطفال كتير قيصرية. لكنها ممكن لما تتحط في ممكن تقول التدخل المناسب في الوقت المناسب بالظبط، لما تتحط في نطاقها المظبوط لازم يكون عندي سبب ليها وقبل حضرتك تتعمل في بأمان جراح شاطر متعلم مكان مؤهل، سيدة معروف كل إذا كان عندها ريسك ولا ما عندهاش ريسك، أو إذا كان عالي خطورة. حين تتوفر هذه المواصفات فهي طبعا من قصص النجاح أو القصص اللي نفعتنا جدا وأنقذت أمهات كتير جدا. الولادة الطبيعية هي الفطرة، هي الفطرة، وحين تكون الولادة الطبيعية آمنة فهي أفضل بكثير من الولادة القيصرية. ما زالت الولادة الطبيعية الآمنة اللي ما بتعملش مشاكل، اللي هي كوندكتد مظبوط، متابعه مظبوطه وكوندكتد مظبوط بطبيب ماهر ومكان مجهز وكلام ده، افضل بكثير من الولاده القيصريه. لكن لكل منهم طبعا مزاياه وعيوبه، طبعا كل حاجه ليها مزاياها ولعيوبها. طبعا الست اللي عملت قيصريه عايزه تاخد وسيله حمل، مأمون لها اللولب امتى بالظبط حضرتك؟ هي اللي عملت قيصريه وكملت النفاس بتاعها اللي هو 40 يوم، خد بال حضرتك،
سواء بترضع او ما ترضعش 40 يوم يعني بيبقى كافي ولا حاجه. اه لا بيبقى كافي تماما يحصل اللي هو انفلوشن في الوترس اللي هو كل التغيرات بتاعه الحمل بتختفي، فينفع طبعا نركب لها لولب او نديها اي وسيله ثانيه اذا كان يناسبها. واسف يا دكتور كمال، لكل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغتر بطيب العيش انسان، هي الدنيا كما شاهدتها امم من سره زمن ساءته ازمان. لا املك الا ان اقول لكم سعدت بكم، ونرجو ان اكون انا والاستاذ الدكتور كمال زهران أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط، مدير مستشفى صحة المرأة سابقا، بروفيسور وعالم وصاحب مدرسة المشيمة المتقدمة والمشيمة الملتصقة بأسيوط، أهلا بك وسعدنا بك، وإن شاء الله لقاء قريب قادم في قناتنا قناة الصحة والجمال في برنامجي أستاذ في الطب. الشكر موصول ليك دكتور أحمد، شكر موصول للقناة ولمشاهدية والناس اللي تواصلوا معايا. طبعا أنا بسعد جدا لما أقابل حضرتك وأشتغل معاكم في القناة دي إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.